نادين الراسي تبكي المتابعين. هيدي أول شتوية بلا جورج. كشفت ما فعله خطيبها مجد دعبول، وهكذا تصرفت. أبكت الممثلة اللبنانية نادين الراسي متابعيها بعد أن نشرت مقطع فيديو تتحدث فيه عن شقيقها الراحل جورج الراسي. نادين استذكرت جورج الراسي بكلمات مؤثرة مع تساقط الأمطار بشكل مفاجئ. وفي التفاصيل، نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه في سيارتها بينما كانت تقص ماطراً، وسردت نادين للمتابعين ما حصل معها، حيث قالت إنها حاولت أن تنتقل من سيارة إلى سيارة ثانية بينما كانت تنوي الخروج برفقة خطيبها مجد دعبول، إلا أن الأمطار بدأت بشكل مفاجئ تتساقط. فتابعت نادين قائلة: هيدي أول شتوية بلا جورج، كنت عم فكر فيه وبلش ينزل الشتاء. يا جماعة هيدي بدي غير على العربية، أوكي؟ الناس المفتاح شو ترى مش جيب العربية، جيب مفتاح العربية، قاعدة هيك ومفتوح الفستان شوي من ورا، وهي أول شتوية، هيدي أول نقطات مي، ولك عم فكر بجورج مستعد تنزل المي ولا وحدة أرض. وفي مقطع فيديو آخر وثقت نادين لقاءها بأحد أصدقاء شقيقها الراحل جورج الراسي، إذ قالت: مش ممكن أقدر بعد هالقد عن ريحة الغالي يقبرني. مش ممكن أقدر بعد هالقد عن ريحة الغالي. أي والله ما في بعد هالقد. أي والله كتير. أي والله الله يرحم ترابه يقبرني. أي والله ريحته. أي والله أي والله ريحته. أي والله أي والله. وفي سياق متصل، كانت عائلة جورج الراسي أحيت ذكرى مرور 40 يوماً على وفاته بإقامة جناز لراحة نفسه في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس في بلدته المنصف، بحضور أفراد العائلة وأحشد من أهالي المنطقة والأقارب والمحبين، بغياب الممثلة اللبنانية نادين الراسي بسبب إصابتها بفيروس كورونا. ولاحقاً انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنادين الراسي يعد الأول لها بعد شفائها من فيروس كورونا، حيث ظهرت في الفيديو وهي تستمتع بوقتها في إحدى المناطق الجردية، فيما كان واضحاً أنها بحالة صحية ونفسية أفضل من قبل. كلام الناس أنسى وما أقولش غير إنه كلام الناس، أنا عايزة أسيب نفسي وأسيب. وبسبب غيابها عن جناز الأربعين لشقيقها الراحل، نشرت نادين الراسي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستغرام صورة لجورج الراسي أرفقتها بالتعليق التالي: أنت جيت عدني برسالة وفليت برسالة أسمع، فديت اللي كانوا رح يموتوا من بعدك على طريق الموت يا عمري، وضويت لنا عرفائك اللي سبقوك وبنفس المكان، والسبب واحد الإهمال.